بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، قال: وجمعهما بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما. والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر. أنا أظن إحنا واقفين هنا ولا قبليها؟ فكان الوادي. طب شوفوا لنا ورقة كده. قال: وجمعهما، الضمير هنا يعود إلى الماء والحجر، أي جمع الماء والحجر. بأن، الباء هنا كما ذكرنا مرارا وتكرارا باء التصوير، بأن يقدم الحجر، بأن يقدم الحجر. يبقى صورة الجمع مصورة بإيه؟ أن يقدم أولا الحجر، ثم بعد ذلك يثني بالماء. فلو خالف لم يحصل له فضيلة الجمع. لماذا؟ لأنه هيبدأ الأول بالماء. تأمل كده، والماء سيزيل العين والأثر. يعني الماء بيعمل إيه يا أولاد؟ تأمل كده، الماء عند الاستنجاء يزيل عين النجاسة ويزيل كذلك أثرها، يعني لا يبقى منها شيء. فإذا جاءت الحجارة بعد ذلك لم تفد شيئا. فالحجارة بعد الماء عبث، عبث يعني لا فائدة لها. انت استعملت الأول الماء صح، فأزلت العين، عين النجاسة، وأزلت أيضا أثرها، ثم جاء الحجر لم يزد شيئا وليست له أي فائدة. لكن لما نبدأ بالحجارة الأول بالطريقة التي سنذكرها بعد ذلك، ماذا تصنع الحجارة؟ الحجارة تخفف عين النجاسة، تزيل أجرام النجاسة، فلا يبقى بعد ذلك، أي بعد استعمال الحجارة، إلا أجزاء دقيقة جدا من النجاسة. هذه الأجزاء الدقيقة لا يزيلها إلا الماء، فحصلت الفائدة، وهي أن الحجارة أزالت عين النجاسة من غير أن تخامر يد المستنجي شيئا من النجاسة. فالاستعمال والجمع سببه إيه؟ سببه عدم مخامرة، يعني مخالطة المستنجي بيده للنجاسة، خففت وأزالت العين وأبقت الأثر. فيأتي بعد ذلك الماء يزيل الأثر، ولذلك هذه هي فائدة الجمع التي نص عليها الفقهاء. فلو أتينا بخلاف تلك الصورة لما حصلت الفائدة، وكان استعمال الحجر لا قيمة له ولا فائدة له، ولم يحصل له أي ثواب في الجمع.
بل أرى تفقها من الفقير أنه إن استعمله قاصدا به الترخص أثم على استعماله. لماذا؟ لأنه يتلاعب بتلك الرخصة التي شرعها الله له ويجعلها في غير محل الترخص. يعني بعدما أزال بالماء أتى بالحجارة واستعملها في هذا المكان قاصدا بها أن يترخص، ما الحكم حينئذ؟ حرام، لأنه استعمال للرخصة في غير موضعها، لأنه عبث، لأنه تلاعب. ولذلك تنبهوا لهذا يعني الشيء المهم بأن يقدم الحجر، يعني بأن يقدم الحجر على الماء. السؤال هنا مشايخ الإسلام لكم، هل يشترط في هذا الحجر أن يكون مستوفيا لشروط الاستنجاء بالحجر؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن المنظور فيه في تلك الصورة هو شيء واحد، وهو عدم مخامرة اليد للنجاسة رقم اثنين، وهو تخفيف عين النجاسة. وهذا يحصل مع الحجر الذي توافرت فيه الشروط ومع الحجر الذي لم تتوافر فيه الشروط. ولذلك أجازوا من أجل النظر إلى الفكرة، من أجل النظر إلى المقصد، أجازوا أن يكون الحجر متنجسا. فإذا كان الحجر متنجس يعني أصابه بول ثم جف من غير أن يغسل، جاز أن يستعمل ثانية قبل الماء، لأنه يحصل الغرض. إيه هو الغرض؟ الغرض هو تخفيف النجاسة. يعني إيه تخفيفها؟ يعني إزالة العين. أفضل يا أولاد، واحدة واحدة كده، لأن إحنا يعني أنا شايف إن إحنا نقرأ ونحلل المتن كده أفضل ما نجمع حواشي وتعليقات من هنا ومن هنا ومن هنا، نشرح كده نمسك المتن ونعصر. أفضل يعني أفعل تفضيل يا مشايخ، وأفعل التفضيل يقتضي إيه؟ يقتضي المشاركة مع زيادة أحد الطرفين. فإن اقتصرت على يعني الماء ففيه فضل، وإن اقتصرت على الحجارة ففيه فضل، وإن جمعت بينهما بالكيفية التي ذكرها الفقهاء فذلك أفضل من الاقتصار على أحدهم. ولذلك إيه متعلق أفضل؟ يبقى أفضل من إيه؟ يبقى أفضل من الاقتصار على أحدهما. فهناك صورتان. يعني أنه يستحب الجمع المذكور وثوابه أعلى من ثواب الاقتصار على أحدهما. وذكرنا التعليل، أي تعليل هذه المسألة، وهو أن الحجر يزيل العين ولا يبقى بعد ذلك إلا جزيئات لطيفة يطلق الفقهاء عليها الأثر، لا تزول إلا بالماء أو بالخزف الصغير. وذكر العلامة الدميري صاحب كتاب النجم الوهاج شرح المنهاج أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعله. والدميري كان من المحدثين، كان أديبا فقيها محدثا لغويا كبيرا. قال علماؤنا: وما يروى أن أهل قباء كانوا يتبعون الماء الحجر، وأن الله تعالى أثنى عليهم بسبب ذلك، فرواه البزار.
البزار روى ان اهل قباء كانوا يستعملون اولا الاحجار ثم يتبعونها باستعمال الماء، وان الله تبارك وتعالى اثنى عليهم وانزل آية كريمة في حقهم، وهي فيه رجال يحبون ان يتطهروا، اي يجمعون بين الحجارة والماء، هكذا ورد في هذا الحديث، لكن علماءنا ضعفوه. قال الإمام النووي في شرح المهذب المسمى بالمجموع: لا أصل له في كتب الحديث. أين هو في كتب الحديث حتى بهذا المعنى؟ لم يجدوا له أصلا. بل الذي فيها أنهم قالوا، أنهم أهل القباء يعني اللي في أصول الحديث كتب الحديث، كنا نستنجي بالماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني إيه؟ قالوا كنا نستنجي بالماء وليس فيها زيادة والحجر، كذا رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. ثم قال علماؤنا رجوعا إلى حكم المسألة: هل هذا شامل للبول والغائط؟ قالوا نعم، فلا فرق بين البول والغائط في أفضلية الجمع بين الحجارة والماء، وبه صرح من أصحابنا الشافعية سليم وغيره، وهو المعتمد. وإن جزم القفال باختصاصه بالبول، قال لا لا لا، ده مش مختص بالبول، ده للغائط، ليس خاصا بالبول، وإنما الجمع يتأتى في الغائط فقط. وكأنه لمح مسألة المخامرة، مخامرة يعني مخالطة اليد للنجاسة، ليست متحققة في البول، لأن هيئة الاستنجاء في البول ليس فيها مخامرة مطلقة، لكن في النجاسة لكن الأصحاب عمموا في التصوير، وكأنهم راعوا الاحتمال، كأنهم راعوا ايه؟ احتمال ان هو وهو بيستنجي بالماء يده تقع على يعني ايه؟ محل النجاسة. ولا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر، فيجوز بالحجر المتنجس، ويجوز بحجر واحد أو بحجرين أو بثلاث، لكن بدون الثلاث، لكن لابد من الإنقاء. إنقاء يعني إيه؟ يعني الحجر يرفع النجاسة. ولا يسن الجمع بين الماء والحجر في غير الاستنجاء من النجاسة، هي الاستنجاء فقط التي تجمع فيها بين، يعني ما تقولش والله في نجاسة وقعت على يدي، يا ابني هات حجر أرفع بها النجاسة ثم على ذلك أغسله، ليس هكذا. أو الثوب وقعت عليه نجاسة فآتي بحجر أرفع به النجاسة عن الثوب ثم بعد ذلك أغسله، قالوا ليس هذا مطلوب ولا فضيلة فيه. هنا في مسألة لطيفة، والكتاب ده بسم الله ما شاء الله فيه فوائد. قال: ولا يسن
ويقدم في الاستنجاء بالماء قبله. هيستنجي بالماء يبدأ بإيه؟ يبدأ بالقبل. وفي الحجر يبدأ بدبره، وفي الحجر ولو مع الجمع يبدأ بالدبر. ليه؟ بسيطة، فقهاءنا ما لا يقولون شيئا من غير أن يذكروا لك التعليل. قالوا حتى لا يجف أو يجف النجس، لأنك لو بدأت بالقبل وعلم حضرتك يعني تحنتف، ويعني تحنتف يعني إيه؟ تتشدد في التنظيف وتتشدد في الاستنجاء، يكون الدبر ها جف، فإذا جف الدبر لا يجزئ فيه غير الماء. فابدأ الأول بالدبر، خلص الدبر وبعد كده أقدم على، لأن الدبر يعني فيه المكونات سريعة الجفاف بخلاف البول. طيب بالصلاة على النبي، بعد كده عندكم ايه يا اولاد؟ والاقتصار على الماء. ثم قال بعد ذلك الامام المحلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما هو خلي بالك هو بيستوفوا المساله، ذكر لك افضليه الجمع، فكان سائلا ساله وقال اذا لم نرد ان نجمع فأيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الاستنجاء بالحجارة؟ ده محل سؤال. فأجاب عنه سيدنا الإمام المحلي بقوله والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة. أنا أريد أن أقتصر على أحدهما، أيهما أفضل لي؟ أيهما أكثر ثوابا من الآخر؟ قال والاقتصار، وهذه الجملة فيها جواب عن هذا السؤال، إذا لم نرد الجمع وأردنا الاقتصار على أحدهما فأيهما أفضل من الآخر؟ قال إذا أردت ذلك فالاقتصار على الماء أفضل، يعني أكثر ثوابا من الاقتصار على الحجارة. والعلة كما ذكرنا لكم أن الماء طهارة مطلقة، ينظفك، يزيل يعني عين النجاسة وجرمها، ويزيل أثرها كذلك، فلا يبقى في المحل شيء مطلقا، بخلاف الحجر. الحجر بيعمل ايه؟ يترك الاثر، اللي هو ايه الاثر؟ اجزاء لطيفة جدا، تحفظها كده. ما هو الاثر؟ اجزاء لطيفة جدا لا يزيلها الا الماء وصغار الخزف. تاني، أجزاء لطيفة جدا لا يزيلها إلا يا مشايخ، لا يزيلها إلا إلا الماء أو صغار الخزف. عارفين الخزف؟ اكتب على النت كده ما هو الخزف، هيطلع لك الخزف ويصنع منه. عارفين الأواني؟ الطواجن بتاعت صاحبنا، الطواجن دي خزف. الخزف ده بيتعمل كده طواجن بتاعت الملوخية، تحط فيها الملوخية عند صبح. الطواجن دي كده اهو معمولة من الخزف. الخزف ده يكسر، بيبقى أحجار رفيعة جدا تصل إلى ما لا يستطيع الحجر الآخر أن يصل إليه. طب ما هو احنا دلوقتي يا مشايخ بنستعمل الحجارة صح؟
ويبقى الأثر. اللي هو إيه الأثر؟ الأجزاء اللطيفة وبنصلي بيها. ما هو ديت ما دي معفو عنها. أمال ليه كان استعمال الحجر رخصة؟ لأن هذا مما عفي عنه. طب هل يعني يجب علينا أن نستعمل صغار الخزف؟ لا، للمشقة. لا يتمكن أي أحد أراد أن يستعمل الحجارة أن يحصل على الخزف الذي يزيل كذلك الأثر. طب سؤال، افرض ان القدر اللطيف قوي ده اللي حضرتك بتقول عليه الذي لا يزيله الا صغار الخزف خرج ابتداء، يعني الاجزاء اللطيفة جدا دي خرجت ابتداء من الدبر، نستنجي ولا ما نستنجيش بالحجارة يعني؟ احنا قلنا اذا كان له جرم يا سيدي عين يجب ان يستعمل الحجر كم مرة؟ ثلاث مرات. استعمله المرة الاولى وازال الجرم مطلقا وانقى المحل، هيستعمله التاني ولا لا؟ طب ما هو استعمله مع انه ليس منقي للمحل، إنما وجب استعمال الحجر في هذا المكان لكونه رخصة وحتى يستفيد بعد ذلك بالعفو. يعني خلي بالك في الصورة اللطيفة دي، قبل ما يستعمل ليس معفوا عنه، وبعد ما أجرى الحجر ثلاث مرات بطريقة معينة صار معفوا عنه. فاستعمال الحجر يفيد إيه؟ يفيد العفو والترخص. طب ما فيش فائدة. الفائدة ان التعبد، الاستنجاء ده عبادة، ده واجب شرعي، واخد بالك؟ ولذلك اذا استعملت الحجر اول مرة فازال كل النجاسة وجب عليك ان تستعمله ثانيا وثالثا، لان الشرع امرك بهذا. وهذا الجزء اللطيف جدا قبل استعمالك للأحجار ليس معفوا عنه، بعد استعمال الأحجار صار معفوا عنه. وفي معنى الحجر الوارد: كل جامد طاهر قالع غير محترم إلى آخر ما قال. وفي معنى الحجر هو يتكلم على الاستنجاء بالأحجار، والأحجار منها ما ورد، وهذه الأحجار التي وردت في النصوص استنبط العلماء منها أوصافا معينة، واستنبطوا أيضا معاني للاستنجاء، ومن خلال هذه المعاني ومن خلال هذه الأوصاف وجدوا أن الحجر الذي ورد يتصف بصفات متعددة، ويلحق بهذه الأوصاف كل ما اشتمل على هذه الأوصاف. فالسنة جاءت بأحجار معينة لها حقيقة وطبيعة معينة، هذه الأحجار كما قال طاهرة قالعة غير محترمة وليست ملساء. فقالوا بأن كل ما وجدت فيه هذه الشروط يلحق بالحجر الذي وردت عليه النصوص. ولذلك بداية الكلام وفي معنى، المعنى يعني ايه؟ يعني الأوصاف التي من أجلها شرع الحكم. يعني في هذه الأوصاف هناك أشياء وجدت فيها الأوصاف التي وجدت في الحجر، هذه الأوصاف تحقق الغرض. غرض الإيه؟ غرض إزالة النجاسة. يعني لما نجد مثلا بيقول لك فيها
جامد، ادي واحد اهو. وبعد كده قال يا مشايخ طاهر، ادي وصف تاني. وبعد كده قال قالع، ادي وصف ثالث. وبعد كده قال غير محترم، ادي وصف رابع. هذه الاوصاف وردت بمعانيها في الأحجار التي استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا آثار متعددة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بعض الصحابة أن يحصل له أحجار من أجل أن يستنجي بها، فجاءه الصحابي بحجرين وروثة، فقبل الحجرين ورد الروثة وقال هذه ركس، أي نجاسة. فمن هنا استنبط العلماء هذه الأوصاف، أنه جاء له بيا مشايخ بحجرين ومعها روثة، فقبل الحجرين ورفض الروثة. الروثة لماذا؟ أولا لأنها نجسة. ما هو كون الصحابي يأتي له بروثة يعني بعرة من مخلفات الحيوانات، كانت مثلا ممكن تكون ناشفة كده جامدة، لكن وجامدة وكمان إيه، وخلي بالك قالعة، لأن الروثة التي أتى له بها ده مسكها في يده، فيبقى لابد أن تكون جامدة. رقم اثنين، هذه الروثة يعني قالعة للنجاسة. رقم ثلاثة، غير محترمة. رقم أربعة، ليست طاهرة. فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له، قال له يا مشايخ هذا ركس. فقبل الحجرين ورد الروث. الحجرين توافرت فيهم شروط. الشرط الأول إنه جامد. جامد يعني إيه؟ يعني ليس بمائع، وليس كذلك بطري، رخو يعني، زي المناديل الكلينكس، رخوة فلا تستعمل. وفي معنى الحجر كل جامد. فاستنبطوا منها ان ايه بقى؟ يبقى ده جامد. بعد كده طاهر، ده قال لك اهو رد الروس وقال هذا ركس. ثالثا قالع. قالع يعني ايه؟ يعني مزيل لعيني النجاسة ولم يبقي الا اثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف. غير محترم، لأن المحترم لا يجوز أن تنجسه. مثل إيه المحترم؟ مثل كتب العلم، مثل الطعام، مثل يد آدمي آخر، وهكذا. وسيأتي كل هذا. ولذلك قال وفي معنى الحجر يعني يلحق بالحجر بسبب أنه في معناه، ده معنى الكلام يعني، ويلحق بالحجر ويقاس عليه كل ما كان في معنى الحجر. وما هو معنى الحجر؟ بيّنه بعد ذلك بقوله كل جامد. ولذلك قال بعض العلماء كل جامد إلى آخره، بيان للأوصاف أو بيان للمعنى. وكأن سائلا سأله وقال وما هو معنى الأحجار؟ قال أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. فهذا هو معنى الحجر يعني الأوصاف. ويلحق به الحجر، يلحق به في إيه؟ يعني يقاس عليه في ماذا؟ في أنه يجزئ الاستنجاء به. في أوصاف، ما هي الأوصاف؟ الجامدية والطاهرية والقالعية وغير الاحترام. وفي معنى الحجر، الحجر الذي ورد، ولذلك يأتي الإمام النحلي
بعباراته التي تعتبر أنا أعتبرها كأنها يعني عبارات من أدق ما يكون، عبارة كده دقيقة تعبر عن المراد بلا إيراد. وفي معنى الحجر أي قياسا عليه. لماذا؟ لأن لو استعملنا الجامد الطاهر القالع غير المحترم وليس هو الأحجار التي وردت لكنه أزال النجاسة كان ذلك في معنى الأحجار. وهنا تكلم العلماء على القياس على الرخص، لأنهم رأوا وإن كان في هذا منازعة وإن كان في هذا يعني مشكلات فقهية، وهنا تكلم العلماء على أن الاستجمار أو الاستنجاء بالأحجار رخصة. وفي عد الاستجمار رخصة منازعة سنتكلم عليها، ولكن تكلموا على أن الاستجمار والاستنجاء بالأحجار رخصة، وهذه الرخصة قيس عليها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأحجار وأمر بها، وليستنجي بثلاثة أحجار ينقي به عين النجاسة، وسنأخذ الآثار الآن. لكن هنا تكلم العلماء على القياس على الرخص، وقالوا إن القياس على الرخص صحيح في الاستنباط بشرط أن تكون الرخصة معلومة المعنى. فإن كانت معلومة المعنى ومدرك الأوصاف المعلل بها جاز القياس عليها، وإن لم يكن مدرك الأوصاف المعلل بها فلا يجوز القياس عليها، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وهذا ما يعني تكلم عليه صاحب جمع الجوامع، وننقل لكم عبارته تامة كاملة. لحظة واحدة، إيه ده؟ حظات ولا حظات؟ فين الله؟ ونقل يعني نقل علماؤنا كلام من المحلي. هو في القياس. طبعا على كل حال ماشي يلا. ايوه هات كده بقى والرخص. هات بقى عبارة المحلي. قال المحلي: ومنعه ابو حنيفه بالحدود والكفارات والرخص والتخفيف. منعه اللي هو القياس. ومنعه اي منع القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. لأن سيدنا الإمام أبو حنيفة بيقول هذه الأشياء يعني كأن الشأن فيها عدم معقولية المعنى. هات لي بقى كده كلامه على الرخص يا أخي شال. ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه. هات يا مولانا هات. بارك الله فيك وأكلك لحم ديك محشي بالفريك. بقول لك وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر. إذا
هشات العطار قال وأجيب بأنه يدرك في بعضها. لا أنا عايز الصفحة اللي قبلها. بيقول لك ومنعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. جميل. قال أي منع جريان العطار، بيقول ومنع جريانه في الحدود، أي منع جريان القياس لأجل إثبات الحد. يعني عندي مثلا حد ثابت بنص لا أستطيع أن أقيس عليه عقوبة أخرى في كونها تأخذ نفس حكم هذا الحد. قال لأجل إثبات الحد. وكذا يقال فيما بعده. قال بعد كده ابن قاسم، مش عايزين هنا ما قال ابن قاسم بعد كده. قال لأنها لا يدرك المعنى فيها، يعني هو سيدنا أبو حنيفة زي ما أنا قلت لك الشأن في هذه الحدود والكفارات والرخص والتقديرات دي أربعة لا يعلم معناها، ما نعرفش العلة، وإذا لم نعلم العلة امتنع علينا القياس، لأن العلة هي التي تعدي الحكم، العلة هي التي تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع. وأجيبه، وده بقى الكلام اللي احنا عايزين نقوله لك اهو، وأجيبه يعني عن هذا الاحتجاج وهذه الشبهة بأنه، أي بأن الحال والشأن يدرك في بعضها، بعض إيه؟ يعني بعض ما سبق في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، في بعض هذه، يقصد أن في بعض الحدود ندرك العلة، وإذا أدركنا العلة نستطيع القياس. في بعض الكفارات ندرك العلة، وإذا أدركنا العلة نستطيع الإلحاق. في الرخص كذلك ندرك العلة فنستطيع الإلحاق. في التقديرات كذلك، اللي هي المقدرات الشرعية، فيجري فيه، أي في هذا البعض، الضمير عائد للإيه مشايخ؟ للبعض. فيجري فيه القياس. وضرب مثالا لذلك، قال كقياس النباش. عارفين ايه هو النباش؟ ايه؟ سارق الكف. يقول لك النباش هو الذي يسرق الكفن من القبور، واخد بالك، لانه اخذ للاكفان من حرز مثلها، فلا حاجه للقياس مع تناوله للناظر. بيعترض بقى على يعني ايه، على الجواب الذي اجابه الامام المحلي. ما هو المحلي بيقول له ما هو موجود في فرد من الافراد قيس على حد، واذا كان ذلك موجود فلا داعي لان تقول انه لا علة ولا معنى فيه. قال كقياس النباش، يعني هو الذي ياخذ الاكفان من القبور، لان القبر ده حرز للكفن، فقد أخذ الكفن يعني أولا خفية من حرز مثله، وليس له شبهة في هذا الكفن، كقياس النباش على السارق. قياس عليه في إيه الحكم؟ في وجوب القطع. يبقى وجوب القطع ده يا مشايخ ده الحكم. العلة إيه؟ أنه أخذ للمال من حرز مثله بلا شبهة، بجامع أخذ المال من حرز مثله خفية. ما هو كده في الحدود، ما هو القطع ده حد، وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة، يعني القاتل عمدا ما وردش أنه عليه أن يخرج الكفارة، لكن ورد إخراج الكفارة على القاتل خطأ. بلحظ مثل حوادث السيارات، في معظمها قتل خطأ، لكن لو فعل عليه أمران، عليه الدية أو الدية على العاقلة، لأنها على في القتل خطأ على العاقلة. رقم اثنين عليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة أو صيام، وقيل على ضعيف إطعام 60 مسكين.
فإذا قتل عمدا تعمد أن يقتل هذا الرجل بسيارته وكان متحكما فيه، فهذا قتل عمد، فيجب فيه فيتجب عليه يعني الكفارة. طيب ما الدليل على وجوبها؟ قياس القتل العمد على القتل الخطأ بجمع بجامع القتل بغير حق، لأنه الذي قتل خطأ قتل بغير حق، والذي قتل عمدا قتل بغير حق، ولذلك هو فيه قياس. قياس فين؟ في الكفارة. واللي قبله قياس فين؟ اللي قبله قياس فين؟ اللي احنا قلنا النباش في الحد، مش هو فرض الكلام في أربع ملفات في الحدود وضرب لها مثالا، وفي الكفارات وضرب لها مثالا، هينتقل بقى يتكلم على الرخص اللي هي الحجارة اللي احنا بنتكلم فيها، وفي كونها رخصة منازعة. وقياس غير الحجر، يبقى ده رقم ثلاثة في المحل ده، حاجة يعني في جامع الجوامع محل ده تحفة. يبقى ده رقم كام؟ رقم ثلاثة. وعندي رقم أربعة إيه؟ تقديرات. قال وقياس غير الحجر عليه، غير الحجر يعني الإيه؟ غير الحجر غير الوارد، على الحجر الوارد، خلي بالك عشان قيد الوارد ده مهم. وقياسي يعني وكقياسي غير الحجر الذي يعني لم يرد على الحجر الذي ورد في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة. ايه بقى الجامع؟ الله، ما هي الأوصاف التي جمعت بين الأصل والفرع؟ يبقى ما عبر به هناك بكونه معنى هو الذي عبر به هنا بكونه علة. يبقى والاشتراك الحجر مع الحجر في العلة ألحقنا به هذا الحجر غير الوارد. قال وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به، مش في وجوب، في جواز، لأنك ممكن ما تستنجيش بالحجر وتستنجي به. طيب لكن هل ما هو الاستنجاء إذا وقع وقع واجبا بالماء، وقع واجبا بالحجر، وقع واجبا، يبقى ده من قبيل الواجب المخير أم لا؟ اللي هيجاوب هيبقى واضح، حلو، واللي مش هيجاوب زي كده يا ربنا يسامحه. قال وقياس غير الحجر عليه أي على الحجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة، وفي كونه رخصة كما قلنا لكم منازع، ذكرها العلامة الجمل في حاشيته على فتح الوهاب. هلا رخصة ايه؟ تعال بينا بقى نناقش يعني ايه. ولذلك ده يعكس ايه؟ يعكس ان علماءنا دول كانوا بيقرأوا على مستوى الحرف، ما كانوش نقالة، لا، كان بيقرأ ويستوعب ويفكر ويشغل عقله. قال الذي هو رخصة بجامع، الوصف ايه بقى؟ جامع اللي هو الأوصاف اللي هي المعلل بها، الجامدية الجامد، والطاهرية الطاهر، والقالعية، وفاته أن ينبه على الطاهرية، لأن الطاهرية وصف من الأوصاف. قال بجامع الجامد الطاهر القالع، كلام جميل. بعد كده بقى ناقش سيدنا الإمام أبو حنيفة، ولذلك بص بيقول لك هنا ايه بقى، لا ايه ده
ده هي موجودة في الأصل بجامع الجامد الطاهر. بجامع الجامد الطاهر القالع. هو نسى حاجة أخرى وهي أنه يكون غير محترم، ما ذكرهاش المحل مع أنه ذكرها في المنهاج، ولكن هو بيذكر في المنهاج لأن المنهاج محل الكلام على المسألة الفقهية، ولكن هو بيتكلم عليها من حيث أنها مثال للمسألة الأصولية. وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر، قال لا ده ليس من القياس. أمال بقى سيدنا قال ده من دلالة النص؟ انتوا مش واخدين بالكم، مش واخدين بالنا من يا مولانا. قال ان ده انا بسميه عندي ايه؟ دلالة النص، وليس هذا من قبيل القياس. هو ابو حنيفة ده امام كبير يا اخوانا. وسماه اي ما ذكر. يبقى كأن لما جه النبي وذكر له وصف الحجر، ذكر له الحجر كأنه ذكر له أوصاف يأتي بها، وليس المراد حجر معروف، ولذلك جعلها من دلالة النص ولم يجعلها من دلالة القياس. قال ده هو لما قال له ائتني بثلاثة أحجار كأنه ما قالوش ائتني بثلاثة أحجار اللي هي معهودة في ذهنك، لا ائتني بثلاثة أحجار لابد أن تكون طاهرة، ولابد أن تكون قالعة، ولابد أن تكون جامدة، ولابد أن ألا تكون غير محترمة. فكأن النص لم يتكلم على أمر جزئي، إنما تكلم على أمر كلي. أمر جزئي يبقى حجر ذهني اللي هي الأحجار المعتادة، لكن النبي قال له لا، الحجر اللي أنا عايزه ده كل مواصفاته إيه؟ 1 2 3 4. ولذلك النص دل على كل الأحجار، ولذلك بعض العلماء بيسميها الأحجار الشرعية وليست الأحجار اللغوية. قال وسمى ما ذكر وهو كونه في معنى الحجر. طيب سماه دلالة النص، يعني أنه جعله من أقسام دلالة النص، وأخرجه أن يكون استنباطا بالقياس. ودلالة النص عندهم مسمى بمفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة 2، مساوي وأولى. عارفين الكلام ده؟ دلالة الموافقة يعني إيه؟ يعني أن المسكوت عنه يساوي المنطوق في الحكم، وقد يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، كما في ضرب الوالدين من قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالله سبحانه وتعالى حرم أن تقول كلمة أف وهي تعني التضجر هكذا، يعني كأنه يعني صوت يخرج من فمك يدل على الملل وعلى الضجر وعلى الضيق من الوالد أو الوالدة، وذلك يؤذي، لأن الأب والأم يسترجع ما بذلاه من جهود مضنية من أجل أن يصل بولده إلى ما وصل، فلما كبر الولد لم يتحمل والديه، ولذلك كان ذلك حراما لما اشتمل عليه من الإيذاء. المسكوت عنه هو إيه؟ الضرب، الشتم، لكنه أولى بالتحريم من التأفيف،
لأنه يشتمل على الإيذاء وزيادة. وهنا اختلف علماؤنا، هل هذه دلالة مفهوم أم دلالة منطوق؟ قيل بأنه مفهوم، حتى الإمام البيضاوي في باب القياس ذكر أنها يعني قياسية، وفي دلالة الألفاظ ذكر أنها لفظية، فاختلف قوله فيها كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في كتاب المنهاج. لكن هذا يسمى عنده بالإيه؟ بمفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة عند سيدنا الإمام أبو حنيفة من قبيل دلالات النص، يعني النص لم يأتي بجزئي إنما أتى بكلي، وهو تحريم كل أنواع الإيذاء، فكأنه نبه بالأدنى على الأعلى. ده عندنا احنا بنقول كده، لكن ده هو بيقول لك لا، ده الدلالة دي دلالة نصية. وعندنا أيضا كده الأمدي بيقول إنها دلالة نصية، والغزالي. طب دلالة نصية يعني كأنها فهمت من القرائن، ولا فهمت من العرف، ولا فهمت من السياق والسباق، ولا كلام طويل في هذا، ومسألة تحتاج إلى ساعات في الشرح. لكن هو بيسمي مفهوم الموافقة بنوعيه من قبيل دلالة النص، يعني النص هو الذي دل عليها ولم يدل عليها لا قياس ولا أركان القياس ولا شروط القياس ولا غيره. وأما المساوي كأن الشارع قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فالنص إنما ورد في تحريم أكل مال اليتيم، يبقى كده مقدم له طعام تأخذ الطعام وتأكل، يبقى يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طب لو أنت ما أكلتوش أحرقته؟ قالوا الإحراق ملحق أو في معنى أو مثل الأكل بجامع الإتلاف. ده احنا عندنا بنقول كده، لكن أبو حنيفة بيقول لك لا، ده النص ورد في تحريم جميع صور الإتلاف، إلا أنه ذكر هذا الكلي في صورة الجزئي. الكل اللي هو ايه؟ تحريم الإتلاف، والجزء اللي هو ايه؟ اللي هو الأكل. هناك في الآية الكل هو ايه؟ هو تحريم الإيذاء، والجزء هو ايه؟ التأفيف. فسمى ذلك دلالة الايه؟ النص. وهو لا يخرج بذلك عنه، وهو يعني والحجر الشرعي، والحجر لا يخرج بذلك أي بكونه في معنى الحجر عن القياس، فإن الحجر لا يطلق على نحو الخرقة، فلا بد من إلحاقها، فلا بد في إلحاقها من القياس. قالوا طيب ما هو برضه خلي بالك، ما احنا عندنا في حاجة اسمها خرقة. ولذلك لما ردوا على أبو حنيفة قالوا له طب ما هي الخرقة اهي، الخرقة دي بقى بتتسمى حجر؟ لا، إنما هتتسمى إيه؟ يعني كيف نعرف حكمها؟ يبقى بالقياس. يبقى وهو بذلك لا يخرج عن القياس. وقياس نفقة الزوجة ده مثال للإيه؟ مثال للتقديرات. ده الكلام اللي هو نقلوا هنا. طيب بارك الله فيك. قال خلاص احنا خلصنا بقى مسألة الرخص وإلى آخره. الغرض من الحجر الإنقاء، يعني الغرض من استعمال الأحجار واستعمال الماء هو إنقاء المحل. وهذا الغرض وهذا القصد الكلي موجود في الأحجار كما أنه موجود في الماء.
قال بعض علمائنا وفي كون هذا من الرخص نظر، يعني في كون الأحجار، الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالأحجار رخصة محل بحث. لماذا؟ قالوا إذ يعتبر فيها، أي في الرخصة، تغيير الحكم إلى أمر سهل لأجل العذر. يبقى احنا محتاجين يا مشايخ، محتاجين انتقال إلى سهولة. رقم اثنين، محتاجين كمان يبقى من أجل العذر، لأجل العذر. وهنا مفيش عذر، إيه بقى العذر حضرتك؟ في استعمال الأحجار. والواد ده كان بيتكلم في المعنى ده من فترة أظن، ولا مش أنت؟ إيه ده؟ ده اسمه إيه؟ إيه؟ سألني فيه، والله إحنا يعني قريناها كده، لكن الجمل بيقول لا، لأن الرخصة محتاجة لها حاجتين، محتاجة لها أن تنتقل إلى سهولة، رقم اثنين أن تكون لأجل العذر. طيب ماشي. قال وهنا لا عذر في الاستنجاء بالأحجار. ما هو العذر في أن تنتقل من الماء إلى الأحجار؟ هل في استعمال الماء مشقة؟ لا، ده بالعكس، ده عند استعمال الماء النفس إليه أقرب وأميل، لأن الماء فيه نظافة مطلقة، والأحجار يعني فيها نوع من أنواع يعني عدم الرضا الكامل عن النظافة لبقاء بعض الآثار الدقيقة. يبقى لا عذر في الاستنجاء بالحجر. طيب ايه تاني بقى؟ لحظة واحدة كده ونرجع له. إذ يجوز الاستنجاء بالأحجار ولو مع وجود الماء، بل يجوز الجمع بينهما ولا سهولة أيضا. فين بقى السهولة؟ مش احنا بنقول الرخصة فيها سهولة، انتقال من أصعب إلى أسهل؟ طب ما أنت انتقلت من وجوب إلى وجوب، يعني أنت انتقلت من وجوب الاستنجاء بالماء إلى وجوب الاستنجاء بالأحجار، فأي سهولة فيها؟ قال لأن التغير من وجوب إلى وجوب. فواحد قال له طيب صل على النبي، طب ما هو أنت مش واخد بالك برضك يا مولانا، مش واخد بالك من إيه؟ قال له طيب ما هو أنت في أكل الميتة بالنسبة للمضطر، صح؟ طب ما هي رخصة، لأن كان ممنوعا من الأكل ثم أبيح له الأكل، صح؟ جميل، أجيز له الأكل، ولكن كان عدم الأكل واجبا، وكان الأكل بعد ذلك واجبا، لأن أكل الميتة للمضطر حكمها إيه؟ الوجوب. فقد انتقلنا من وجوب إلى وجوب، والوجوب ليس سهلا، لأن فيه إلزام، ولو لم يفعله سيعاقب. قال له ما هو إذا كان هذا الوجوب موافقا لغرض النفس كان أمرا سهلا، لأن حضرتك عندما تؤمر بشيء ويكون على سبيل الوجوب ستجاهد نفسك من أجل أن تفعله، فيكون في مشقة. أما لو كان الواجب ده موافق لميل نفسك ولغرضها كان أمرا سهلا، فمن هنا كان رخصة. لماذا؟ لأنه وافق مراد النفس، ومراد النفس هون عليه الأكل. ده انت نفسك هتاكل، هتاكل حرام حلال، هتاكل، فما فيش مقاومة نفسية، ما فيش مجاهدة. ده انت ما صدقت ان الشارع قال لك كل، فإن قلت
الوجوب في الاستنجاء بالحجر أسهل من حيث موافقته لغرض النفس. هنا بقى لا، ما تقول لي أصل الاستنجاء بالأحجار موافق لغرض النفس، ممنوع. ده بالعكس، ده الاستنجاء بالأحجار غير موافق لغرض النفس. ليه؟ لأن الاستنجاء بالأحجار لا ينظف المكان تنظيفا كاملا. ده بالعكس، بعض الناس بيعملوا لولا أنه مشروع لتركه، لأنه سيبقي آثار. فالاستنجاء بالأحجار لا تميل النفس إليه كميل النفس من أجل الأكل. أصل النفس مالت في الاضطرار إلى الأكل لإرادة البقاء، لشدة الجوع. هيموت هيعمل إيه؟ يقول لك المضطر يتعلق بقش، عندنا المصريين يقول لك إيه؟ يقول لك المضطر يركب الصعب، والمضطر يتعلق بقشة. واحد روحه بتطلع بتخرج شيئا فشيئا، لابد أن يحافظ عليها حتى لو قيل له كل مما يعني أخرجته الحيوانات من كذا وكذا، هيأكل، لأن الحياة عظيمة ويريد أن يحافظ عليها. لكن النفس لا تميل إلى الاستنجاء بالأحجار حتى يكون ميل النفس مسهل لعملية الوجوب، ويكون هذا انتقال من أصعب إلى أسهل. مفيش. قلنا النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل، لكن لو كان مراد بالرخصة الرخصة اللغوية أقول لك بس مش هي دي بقى اللي احنا أتينا وتكلمنا على أنه يمتنع القياس فيها. يبقى احنا ايه عندنا مشكلة؟ من عبر بالرخصة. لكن العجيب بقى اقرأ كلام سيدنا المحلي هنا، الإمام المحلي ما عبرش بالرخصة، إنما عبر بالرخصة في كتابه البدر الطالع شرح جمع الجوامع، وهنا لم يعبر بالرخصة. اقرأ كده، عبر عندك بالرخصة. ما حصلش يا سيدي، أمال مين اللي عبر بالرخصة؟ القليوبي، واخد بالك؟ لكن لا، تسمية الاستنجاء بالأحجار رخصة ده ممنوع، بل هي عزيمة. هات لي فيها معنى الرخصة، ولا أنت أول ما قالوا رخصة هتمشي وراء الألفاظ وتتعلق بها ولا تتعلق بالمعاني؟ ما هي عزيمة مش رخصة. الحجر هو الأصل. يعني إيه أصل يا مولان؟ يعني الكثير الغالب يعني؟ ولا القاعدة المستمرة؟ لو أنت قلت إن الأصل هو القاعدة المستمرة، والقاعدة المستمرة في إزالة النجاسة هو الماء، أقول لك ولكن هذا لا يمنع أن يكون المقابل ليس رخصة وإنما هو عزيمة. صلى على النبي. كفارة اليمين أنت مخير فيها بين إيه وإيه يا فندم؟ مخير فيها ما بين الإطعام والكسوة والإعتاق، كل واحد من هذه الثلاثة يوصف بأنه واجب. في حاجة منهم رخصة وحاجة منهم عزيمة؟ ولذلك أنا أرى والله أعلم أني العلاقة ما بين الاستنجاء بالماء والاستجمار علاقة يعني الواجب المخير. ما في عزيمة ولا في رخصة؟ ماشي، ما هو الاثنين عزيمة، لكن فين بقى الرخصة؟ فين العذر؟ لأن أي رخصة لابد أن يتوفر فيها أمرين: انتقال إلى سهولة، رقم اثنين لابد أن تكون من أجل العذر. هات لي بقى يا مولانا. يعني يا سيدي نستطيع أن نقول كل رخصة له عزيمة وليس العكس؟
ايوه ما هي انتقال من حكم الى حكم، تعرف جمع الجوامع كده. يعني كل واجب هي الذي ليس فيه رخصه، كل واجب يا عزيمه. اه طبعا كل ما ليس رخصه فهو عزيمه، لان الامام البيضاوي بيقول كده، بيقول العزائم تنقسم الى واجب، تنقسم الى مندوب، تنقسم الى محرم، تنقسم الى مكروه، تنقسم الى مباح، يعتريها الاحكام التكليفيه الخمسه. الامام الغزالي بيقول لك العزيمه هي ما وجب بايجاب الله. القرافي بيقول العزيمه تنحصر في امرين، في الواجب وفي الحرام، وما عدا هذا لا يتصف بالعزيمه. يبقى عندنا ثلاث مدارس في تقسيم الرخصة والعزيمة. اخبال سعادتك؟ ها؟ طيب، قال الوارد، وفي معنى الحجري الواردي. لأن الإمام القليوبي بيقول كلام جميل قوي، يقول لك الوارد أتى بها احترازا عن قياس الشيء على نفسه. ما هو بيقول لك حجر وارد، يعني حجر جاء بالأحاديث، وحجر لم تأتي به الأحاديث، فقسنا الأحجار التي لم تأتي في الأحاديث على الأحجار التي جاءت في الأحاديث، بجامع الطاهرية القالعية الجامدية غير الاحترام. لأنك لو قلت وفي معنى الحجر الذي ورد، وفي معنى الحجر مطلقا الحجر، يبقى قص الشيء على نفسه، جعلت المقيس والمقيس عليه واحد، وهذا يعني خبل. كل جامد، اول ما قال لك كل جامد يبقى بيبين الاوصاف التي بسببها حصل القياس. الجامد ان يكون خاليا عن الرطوبه، ما يكونش رطب، خالي. ومثل هذا الخالي الحرير، ولو كان للرجال فيحل للرجل أن يستعمل الحرير في الاستنجاء. لماذا؟ قالوا لأنه ليس لبس، والمحرم على الرجل إيه؟ خلي بالك من الألفاظ والكلمات اللي واردة لأنها مهمة. بعض الناس إيه ده؟ هيستعمل الحرير ويمسح به مكان النجاسة؟ طب مش الحرير حرام للرجال؟ لا، انتبه، الذي حرم على الرجال من الحرير اللبس، ولكن ده إيه؟ ده مش لبس يا أولاد، هو اللي بيستنجي ده بيلبس؟ لا، ده بيطهر. الاستنجاء ده عبارة عن امتهان. فيجوز للرجل ويحل على المعتمد استعمال ثوب الحرير في الاستنجاء لأنه امتهان. قال وكذا يصح الاستنجاء، قال ويصح الاستنجاء بحجر مغصوب، مثل الماء المغصوب، غصب ماء وغسل به المكان واستنجى به، صح الاستنجاء مع حرمة. لماذا؟ لأنه استعمل ماء الغير بغير إذن، فالحرمة من حيث الاستعمال. الخف، غصب خفا ومسح عليه، صح مع الحرمة. لماذا؟ لأن الحرمة من خارج، لأن الحرمة عارضية وليست حرمة من داخل، حرمة لكونه قد استعمل مال الغير بغير إذنه، واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز. قال طاهر، يبقى خرج بالطاهر يا أخوانا الناجس، وذلك في حديث سيد السادات ومنتهى الكمالات البشرية سيدنا رسول الله أنه رد الروثة
وقال هذه ركس. قالع يعني قالع لعين النجاسة، بخلاف الذي لا يقلع العين كالزجاج والقصب. هجيب لكم انا اقول له لسه هنتكلم عنه. غير محترم، خرج المحترم وسياتي محترز هذا، كما انه اذا مثلا اخذ جزء من حيوان محترم وازال به النجاسه لا يجوز، او كتاب علم شرعي حرام ولا يجزئه هذا، كالخشب. يبقى مثال ما توفرت فيه الصفات الأربعة، اللي هي إيه الصفات الأربعة؟ أن يكون طاهر جامدا، طاهرا، قالعا، غير محترم. غير محترم يعني الشرع لا جعل له حرمة وجعل له تعظيم، فمنع من أن يستعمل في هذا. كالخشب، عارفين الخشب؟ يبقى الخشب لا يسمى حجر، ولذلك ألحق بالحجر لأنه طاهر قالع غير محترم جامد. والخزف، عارفين الخزف ولا ما تعرفوهوش؟ منه بس ده مؤذي السيراميك. عارف الخزف؟ عارف الصبح لما بيحط لك الملوخية الطواجن دي طواجن خزف. ايوه طواجن خزف. والحشيش، مش الحشيش اللي هو مخدرات. لحسن الولاد يظنوا بالحشيش المخدرات. لا يا حبيبي مش المخدرات الله يكرمك. الحشيش ده عارف انت الذي تأكله البهائم في المرعى اللي هو الأخضر ده، هو ده الحشيش. النجيلة، هو النجيلة ده الحسمان. النجيلة، عارف الاستاد في الاستادات الكرة الأخضر ده هو ده الحشيش النجيلة. نجيلة عامية؟ نجيلة؟ اه بنسميها نجيلة. انت عندك اسمها ايه؟ راس ولا ودن؟ ده راس. قال فيجزئ الاستنجاء به، اي بالخشب والخزف والحشيش، لانه قد توافرت فيه الشروط والاوصاف. واحترز بالجامد، يعني ذكر الجامد احترازا عنه كذا وكذا. قال واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد. المنهاج ده اصله كتاب ايه يا مشايخ؟ اصله المحرر، واخد بال حضرتك؟ لكن الامام النووي رضي الله عنه وارضاه لما اختصر المحرر زاد عليه بعض الجمل التي راى أنه لا يخلو منها كتاب الفقه، فزاد هذه الجمل على أصل الكتاب. لكن لما زادها زادها لمعنى، زادها لفائدة، حتى إنه ألف كتابا سماه دقائق المنهاج من أجل أن يعبر فيه عن سبب اختياره لهذه الزيادات. قال واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد، لأن ماء الورد وإن كان طاهرا وإن كان قالعا إلا أنه ليس بجامد. لماذا؟ لأنه سائل. ونحوه، ونحوه يعني ونحو ماء الورد من كل ما يتصف بالميوعة والسائلية، كما قاله في الدقائق، دقائق المنهاج. ماء الورد قالوا ده لو انت أزلت به النجاسة هيزيد مساحة التنجيس،
يعني ايه؟ ما هو مائع، وهو لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، فاذا استعملته في مكان النجاسة فانه يتنجس ويوسع دائرة النجاسة. دائرة النجاسة كانت فتحة الشرج، ده لما احنا غسلنا غسلنا فتحة الشرج وما حولها به، فتنجس بهذا، ثم بعد ذلك نجس المحل المحيط. فيترتب على ذلك أنه يزيد التلويث، ولذلك لا يجب بعد استعمال ماء الورد إلا الماء. قال ولو استنجى بحجر، استنجى بثلاث أحجار، وبعد ما استنجى بها خدها وغسلها بمية وصابون وديتول ونشرها في الشمس والشمس جففها، هل يجوز له أن يستعملها ثانية؟ قالوا نعم، لأنها بغسلها عادت طاهرة، كما لو استعمل ترابا في التيمم ثم، لا مش في التيمم بقى، كما لو استعمل ترابا في نجاسة الكلب، مسك التراب كده وغسل الإناء مرة ثم خد التراب وغسله سبع مرات. أيوة، بس مش إحنا قلنا بالتراب لأن المطرب لا يطرب، وجففه عاد طهورا كما كان، وجاز أن يستعمله ثانية في هذا. وخرج بالناد الطاهر، شوف 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 الشغل بتاع الإمام المحلي كأنه نموذج من البدر الطالع، لأن العقلية واحدة. وبالطاهر يعني وخرج بالطاهر النجس كالبعر، البعر هو فضلات الشاة، بعر أي خرج بالطاهر النجس للنهي عن الاستنجاء بالراوث. قال لك طب ما احنا عندنا مشكلة، وعرض المشكلة دي شيخ الإسلام وأجاب عنها في الغرر البهية ونقلها بنصها وفصها ابن حجر في شرح العباب. قال المشكلة في ايه بقى؟ احنا هنا منعنا من ازالة النجاسة بالنجس، مع اننا في الدباغ جاز لنا أن ندبغ بنجس، والدباغ محول ومحيل، فمثله مثل الماء، فلماذا لم يجز الاستنجاء بالنجس كما جاز الدبغ بالنجس؟ بجمع أن كل منهما آلة وأداة ووسيلة في التطهير، يعني الدباغ وسيلة في التطهير والماء وسيلة في التطهير. أجاب الإمام زكريا الأنصاري وقال الدباغ بنجس ده مثله مثل الذبح بسكينة نجسة. جميل، يعني كأنه مش هو الوسيلة، ده كأنه معين، يعني الوسيلة هي السكين والنجاسة ده وصف، خد بالك. فقال لأنه عوض الزكاة الجائزة، لأنه عوض عن الزكاة، عوض عن أنهي زكاة؟ صلى على النبي. هو احنا بندبغ ايه؟ بندبغ ايه؟ بندبغ الطاقية؟
الجلد انه جلد الله الدباغ ده، لان الميته ده معنى جميل، لان الميته لم تذبح، فمن اجل ذلك منعنا من اكله ومنعنا من استعمال جلده. جميل جميل. لكن المزكاة لا، استعمل المزكاة لأنها طاهرة، لأنها ذكيت، فذكاتها عملت في جميعها، في الجلد وعملت في اللحم. طب هنا هذه لم تزكى، كيف نستعملها وهي غير مزكاة؟ قال لأن عندنا بديل للتذكية وهو الدباغ، فالدباغ بديل عن التذكية. لكن الدباغ بالنجس كأنه استعمال سكينة نجسة في التذكية. لو انت حضرتك جبت سكينة نجسة وذبحت بها الشاة، الشاة حلال ولا مش حلال؟ حلال، مفيش مشكلة. امال هعمل ايه؟ هغسل النجاسة وخلاص. كذلك الدباغ، الدباغ ده عوض عن التذكية، لكن هو نجس. قال يبقى مثله مثل التذكية بسكين متنجس. قال لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية بالسكين النجس، بخلاف الجامد هنا. الجامد هنا ليس عوضا كهذا. الماء أو النجس أو الروثة ليست عوض عن التطهير، ده هي نفسها المطهر، هي نفسها مثلها مثل الماء. فالماء النجس لا يطهر لأن فقد الشيء لا يعطيه، فكذلك الروثة لا تطهر لأنها مثلها مثل الماء. وظهر الفرق بينهما. وبالقالع، يعني وخرج بالقالع، وبالقالع عن غيره، يعني واحترز بالقالع عن غير القالع. قالع يعني ايه؟ بيقلع النجاسة، كأنه بيشيل، كان المصريين بيقول لك بيشيل النجاسة، بيحذف النجاسة، يبقى قلعها. عارف انت لما بتقلع الثوب يبقى بتعمل ايه؟ بترفع الثوب عن جسدك وتلقيه. فهذه ايضا بتقلع النجاسة عن المكان وتلقيها. قال وبالقالع، يعني واحترز بالقالع عن غير القالع، كالقصب الأملس. ايه هو بقى القصب؟ عارفين القصب؟ كالقصب الأملس. ايه هو القصب الأملس؟ الجلد بتاع الايه؟ الجلد بتاع القصب. القصب مش هو ده القصب ده حضرتك، غير القصب اللي بنشربه. بامبو. ايوه البامبو ده، انت طلعت خطير. ايوه البامبو ده اسمه خرزان، ايضا داخل في القصب. عارفين الكراسي البامبو التي يجلس عليها؟ معموله منين؟ معموله من الخرزان. الخرزان ده هو جزء من اجزاء القصب. حتى القصب الماكول ايضا امنس قبل ان نقطع السو. ماكول يعني محترم. ده الجلد بتاعه. الجلد اللي بره ده ايه؟ ده خشن. لا خشن. في خشن بامبو في اللامع. لا 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 خشن يا فندم. لا 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 لا. واخد بالك؟ القصب بقى القشره دي، القصب له له قشرتان يا خيي. في قشره خارجيه وقشره داخليه. القشره الداخليه بتؤكل معه.
استعمل بتشربها كده بتمص واخد بالك. اما القشره الخارجيه لا، القشره الخارجيه ليست ملساء، لا ملساء حاجه كده زي دي كده ملساء، لكن ده مش املس. امال قال هو قصد؟ لا القصد ده بيقصد بيه. عندنا في حاجه اسمه زمان البوص، عارف الطائرات التي يصنعها الاطفال دي معموله منين؟ معموله من الخوص، معموله من البوص. هقول لك حاجه، عارف الشيشه مش ليها كده يعني ليها كده عصا طويله؟ العصا الطويله دي بس ما هي نوعين، هات لهم يد على النت كده البوص. في الشبكة. طيب فبيقول لك القصب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عصا كده هو مثل العصا، لها انابيب مثل الخرزان يعني، فيشمل البوص والخيزران. عارفين البوص؟ البوص ده انا كان بيزرع لدينا وكنا كأطفال في اماكن معينة نذهب ونأخذ منها البوص، نأخذ منها كنا بنسميه، انت فاكر اسمه، بنعمل منه الطائرات الورقية. وكنا نشتريه من عند ناس قديما، بس ما اعرفش هو مازال يباع ام لا، لان المكان اللي انا كنت مولود فيه وبشتري منه هذه الاشياء تركته من 10 سنوات. كان اسمه خوص او بوص. الخبز كمان الايه؟ يهودي على الخبز، يهودي على الخبز يعني خشبيه كانها ده قفص، بس مش ده، ده بيتعمل من جريد النخل، ده تعمل ده من جريد النخل، ويتعمل اقفاص كده يوضع فيها الطماطم ويوضع فيها الفواكه. السن بقى بيفرق يا مشايخ. قال ومحل عدم إجزاء القصب في غير جذوره، لأنك لما تمسك الجذور تجد الجذور خشنة. أنا شفت قلعة الجذور دي، لأنه كنا بنذهب نأتي بهذا القصب، لأن القصب ده عبارة عن كالعصا طويلة كده وفيها يعني إيه بوص، يعني فيها عقد، عقد كالقصب، عقد 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 الى اخره، ومن الداخل مفرغ. ولا يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر وبغير محترم عنه، يعني وخرج بغير محترم المحترم فلا يجزئ الاستنجاء به كالمطعوم، مثل المطعوم. ففي الصحيحين البخاري ومسلم النهي عن الاستنجاء بالعظم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، وعلل ذلك بأنه طعام إخوانكم من الجن. ويقول لك بقى في إخوانكم دي فيها كمان يعني فائدة، هل ده خاص بالجن المسلم المؤمن ولا يعني انما خرج على الغالب؟ لا، العلماء دول يعني كان عندهم تعلق غريب بالالفاظ حتى يستنبطوا منها الاحكام. على كل حال لسه في كلام طويل في هذا. يعني الجن، يعني فانه طعام اخوانكم من الجن فمطعوم الإنس. فإذا امتنع ذلك في مطعوم الجن فمن باب أولى أن يمتنع في مطعوم الإنس. إذا كان مطعوم الجن وهو العظم الذي استعمل قبل ذلك هذا مكرم ومحترم، فمن باب أولى أن يكون كذلك مطعوم الإنس مثل الخبز، بل أولى. يعني ما تقولش والله هات لي يا ابن رغيف عشان استنجي بيه. طب ده معظم. ف
فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر. شوف يبقى هو ده رجوع لأخ، رجوع للإجزاء لا لأمر آخر. قال ويعصي، مش كده بس، ده انت لو استعملته آثم في كل ما مضى، لا في المحترم فقط. طيب كالمطعوم، قوله كالمطعوم يقصد بالمطعوم هنا المقصود لطعم الآدميين، بدليل ان احنا قلنا ان الحشيش يجوز الاستنجاء به مع انه طعام البهائم، يبقى المقصود من المطعوم المطعوم يا مشايخ المطعوم قصدا للآدميين، سواء كان خاصا بالآدميين يعني كان لا يأكله إلا الآدميون، أو يأكله الآدميون وتأكله الحيوانات لكن غلب أكل الآدميين له، بخلاف ما اختص بأكله البهائم كالحشيش والجراوة والبرسيم، أو غلب تناول الحيوانات له عن تناول الآدمي فيجوز. طب هب أننا قد اشتركنا فيه بغير يعني أغلبية، يعني تناوله الآدمي وتناوله الحيوان ولم نعرف أيهما أغلب، سنسلك به مسلك أكل الإنسان ونمنع الاستنجاء به احتياطا. وهنا تكلم علماؤنا على الفواكه. طب الفواكه هل يجوز الاستنجاء بالفواكه؟ قالوا صلى على النبي، الفواكه منها ما ليس له قشرة خارجية ومنها ما له قشرتين، قشرة خارجية وقشرة داخلية وثمر. وأما الثمار والفواكه، العنب ليه قشرة خارجية؟ ملوش. طب وبيؤكل ايه؟ العنب بيؤكل رطب وبيؤكل جاف، لأنه لو تجفف هيبقى زبيب، ولو لم يتجفف هيبقى عنب، فهذا يحرم أكله، يحرم أكله إيه؟ يحرم الاستنجاء به، يحرم الاستنجاء به يرطبا ويابسا كاليقطين اللي هو قرع العسل، فيحرم الاستنجاء به رطبا لأنه في حال الرطوبة يؤكل، فإذا يعني استنجيت به وهو رطب فقد استنجيت بمطعوم، وإذا كان يابسا وجف فإنه لا يكون مأكولا. من هيبقى ايه؟ خلاص اخرج عن كونه مأكولا، فإذا كان مزيلا للنجاسة جاز. ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا، في الحالتين رطب بيتاكل يابس بيتاكل في جميع الأحوال، وده في الحالات الطبيعية مش في الحالات التي خرجت عن العادة، لأنه ساعات الاضطرار انت هتاكله رطب ويابس وما يعلم به إلا ربنا في كل الأحوال. ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام، ذكرها في المغني وذكروها كل الكلام ده بتاع الموردي، ما يؤكل الظاهر والباطن يعني ظاهرا وباطنا يؤكل، كالتين، عارفين التين؟ مش التين أبو شوق، أبو التين أبو شوك ده ما بيتاكلش القشرة الخارجية لا تؤكل، كالتين والتفاح يعني بتاكله من بره وتاكله من جوه ما بتخليش حاجة، والسفرجل مثلها مثل الكمثرة المصرية، فلا يجوز برطبه ولا بيابسه، لأنه رطبا ويابسا ظاهرا وباطنا مأكول. والثاني ما يؤكل ظاهره
دون باطنه. يؤكل الظاهر جواه ايه؟ جواه في بذرة كالخوخ. عارفين الخوخ؟ أتعرفون الخوخ؟ الخوخ يؤكل ظاهره، وأما الباطن الحبة اللي جوه دي لا تؤكل. فإذا كانت الحبة ديت مزيلة للنجاسة يجوز إن حضرتك تزيل بها النجاسة. والمشمش، عارفين المشمش الأصفر جواه نوى، النوايا دي يجوز إزالة النجاسة به. طب والبلح؟ ما هو كذلك البلح يؤكل ظاهره لا باطنه. النوايا دي لو كانت قالعة يجوز لك أن تستعملها في إزالة النجاسة. والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه. له قشر زي البطيخ، البطيخ ده ايه؟ له قشرة والمأكول جوه، فلا يجوز بلبه باطنه. يعني ما تطلعش البطيخة كده وتطلع بتاع الحمرة دي، يعني ده انت تبقى حاجة على احتمال انه جامد. واما قشره، طب يلا بقى القشر هنعمل فيه ايه؟ قال له اذا كان لا يؤكل لا رطبا ولا يابسا وكان مزيلا يجوز إزالة النجاسة به، حتى ولو كانت الحبة جواه، حتى ولو كانت الحبة جواه. ويعصي به يعني بالاستنجاء في المحترم، يعني يكون آثما إثما شرعيا، سواء استعمله بقصد الاستنجاء الشرعي أو استعمله في دبره وفيه النجاسة، يعني لا بقصد الاستنجاء الشرعي لأنه محترم. وكذا غيره مما لا يجزئه. يبقى غيره اللي هو إيه؟ اللي هو غير الجامد، اللي هو إيه؟ اللي هو النجس، اللي هو غير القالع. إذا استعملته في محل النجاسة قاصدا به الاستنجاء فأنت آثم، وإن لم تقصد به الاستنجاء الشرعي لأن أنت متلاعب، ومتلاعب بالشرع، والتلاعب بالشرع لا يجوز. وإن لم تقصد به الاستنجاء الشرعي فليس حراما. قال: وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء. حرمة استعمال المطعوم خاصة بالاستنجاء، يعني إزالة النجاسة عن الدبر أو القبل، بخلاف إزالة نجاسة به. يعني المفهوم من كلامه أنك أصبت في يدك فأخذته يعني رغيفا ومسحت به الدم، بس يعني العبارة بتقول كده، بخلاف إزالة نجاسة به اللي مفهوم نجاسة به بالشخص يعني، فكأنه يجوز. ايه؟ لا بالشخص مش بالمطعوم، يعني مسح نجاسة بها ثم بعد ذلك غسلها، فعايز يقول لك جائز يعني مفيش مشكلة. يعني معاه مثلا برتقانة مقشرة ودميت يده فأزال بها النجاسة، ثم بعد ذلك أخذ البرتقالة غسلها أكلها، يقول لك جائز. أو غسل أيد، أو أن أنت غسلت يدك النجسة وأنت بتغسل كده، ها يعني رفعت النجاسة عن يدك، هل ده جائز؟ لأنه بقدر الحاجة، لأن أنت محتاج إلى هذا والحاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. ويجزئ الحجر بعد الاستنجاء بشيء محترم وغير قالع، يعني هب أنك استنجيت بشيء محترم،
أخذت كده ورقة من الورقات التي كتب فيها العلم وأزلت بها النجاسة، وهذه الورقة لم تنقل النجاسة عن موضعها، يجوز بعد ذلك أن تستعمل الحجر، لكن لو نقلت النجاسة عن موضعها لا يجوز لك استعمال الحجر، وإنما ترجع إلى الأصل وهو الماء. فإن نقلاها اللي هو غير المحترم بشيء محترم وشيء غير قالع كالقصب، شال كده نجاسة بالقصب ولم يعني تنتقل النجاسة عن موضعها، يبقى يجوز له أن يستعمل فيها الحجر. طب نقلها عن موضعها ووسع دائرة النجاسة في يعني الدبر أو القبل تعين فيها الماء. ومن المحترمين، ونقف عند ومن المحترمين، كتب علم شرعي.